أجازة من كوريا، خدي أجازة من الحارة، من حياتك كلها لمدة شهر واحد بس، كأنك بتصيفي. وبعدها لما تبصي في المراية وتتكلمي قدامها صدقيني يا كوريا مش هتعرفي نفسك. شوف، مش انتوا تلات رجالة بشنامة؟ لكن زنانين زن الحريم على رجالتها. أما مروان ده بقى فوقعت أمه معايا سود عشان خاطر النبي. أنا لو ما اشتغلتش بنتي مش هتروح المدرسة. ما قلنا لك مفيش شغل، ما تصدعناش. هو احنا فاتحين خدمة اجتماعية؟ يا اخوي يا اخوي، يا إلهي لا يذلك ولا يسيئك أبدا. يا ولية شوفي شكلك عامل ازاي، ده أنت مش قادرة تتكلمي أصلا وعايزة تتنسي وتمسحي وتشتغلي. صدقني أنا هقدر، لو ما قدرتش يبقى ماشيني. ينعل أبو ذنك يا شيخة، مفيش شغل. بسندوسها بكريتها ببلاويها كلها بحواشيها علشان خاطر تقولي برابطة المعلم وتقعدولي في قلب البيت؟ لا ده فاضل بقى الواد كبداكي يجيب العربية بتاعته ويوقفها عند سور الفرندة بتاعتنا. ايه يا اختي ده؟ انتوا هتسيبوني مع الغرابة دي؟ يا اختي غراب لما ينقر دماغك يا ولية. بقولك ايه، انا دماغي متكلفة، مش عاوزة الهبل والعبط بتاعك ده، انا مش ناقصة مرسل. يا ولية احمدي وقولي السلام عليكم. ثم بقولك ايه، احنا مشاركين في الشقه دي زينا زيك يا اختي، وبعدين انا جاي لجولي مش ليك يا اساتذه. جولي جولي مين يا الدلعادل؟ الله يا ياما. ايه وحيا سيدنا النبي، يا رب تروح الحجاز ياما، مالكمش دعوه بيهم ياما، سيبيهم ياما خلصوا المصالح اللي عندهم في عرض النبي. خليهم يتمصلحوا يا اخويا زي ما هم عايزين. ما انت عملتها لي زنقه الستات يا اخويا. خلاص انا داخله اوضتي قدام تلفزيوني الخصوصي بتاعي اتفرج عليه. وسايبها لكم مخدره. مخدرة. جاتك القرف؟ جاتني القرف ليه يا وليه كده؟ عيب عيب عيب. يلا ياما خشي جوه ياما. بتضربني. خلاص ياما. قلت لك امك هتذلني. بقول لك ايه يا كوريا، تقعدي دلوقتي مع الست هايدي، افهمي منها هتقول لك ايه، افهميه وعيه كويس، ما عايزينش حد يعيب على مقص ايضا. ما بلاش الاسم ده خير. ايه هايدي ده؟ تحسه اسم ميري كده، تحسه بيتسلت من البق كده، ملوش ملك. اسمعي بقى، انا هعمل لك جدول مكثف 8 ساعات كل يوم. جدول؟ جدول ليه يا اختي؟ انا دخلت المدرسه. ما تهدي يا بنت الناس، مالك كل شوق فط زي الفطيطه دي. ويا موقفاك بقى الف على الفصل خل ولا ايه عشان تسكت اللي ما بيتكلمش؟ طب انا بقى اتكلم بالشوق. كوريا بعد اذنك انطر خفيفا عشان في مصلحه كده هروح اخلصها. خدني معاك يا ابن الناس. طب خدوني معاكم. لا اقعدي 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 يا بنت، استرجلي اكتر من كده. خل يلا خال، سلام عليكم. يلا هات لي معاك حلاوه وهبيت. سعد بيحب البيت. هجيب لك يا سلطان. بصي لك هجيب لك حبيبتي. ركزي معايا، الثمان ساعات دول هنقسمهم على الشكل التالي. اول نص ساعه ورك اوت. ايه؟ تمرين يعني رياضه. وبعدين عندك ساعه انجليش وساعتين عربي عشان تحسني لهجتك وتعدلي بقك. الساعتين بقى اللي بعدهم دول عشان الاتيكات. ايه الاتيكات ده؟ اتيكات. 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 الاتيكات ده هعلمك فيه ازاي تاكلي، ازاي تشربي، ازاي تلبسي وازاي تمشي. الساعة اللي فاضلة هقعد احكي لك فيها عن مروان، بيحب ايه وما بيحبش ايه، مزاجه ايه. طب ما كده 7 ساعات ونص. برافو عليكي. فاضل نص ساعة، النص ساعة اللي فاضلة دي عشان تسأليني فيها عن أي حاجة أنت عايزة تسأليها. ونبى أنا حاسة إني شفت الحوار ده قبل كده في 5 أفلام و6 مسرحيات، اللي هي منهم بتاعت أنت الكلب الكبير، فاكراها دي؟ وفي الآخر بيتها ما بتقع في الخية وبتتعكش وبتتفقس وبتتسحول على عينها ولا حد بيعبرها لو يقف جنبيها. ما تقلقيش، إن شاء الله مش هتستحولي ولا هتتفكش ولا هتتهكرش. يوب، اتفضلي. اجل هتعلمني الكلام، ما كانت كلام عندها بايظه اساسا. عشان كده لعبت في اللوحه عشان ما تبقاش شبهها. ولا الخمسين مليون حلوين، والموزه حلوه، والشيطان امور. ياسر انا اول ما عرفت انها هايدا اجبرتها انها تسلم نفسها، وكنت هجيبها واجيلك، وده اللي خلاها هربت. ولو انا معاها زي ما بتقول ما كانش زمانها هربت مني. انا متاكد انها لسه معاك، بس عشان انت صاحبي وعشان انا اجدع منك جيت اتكلم معاك. لكن لو ما سلمتهاش هبلغ الوزارة وهي بتتصرف.
عشان انت صاحبي لازم تصدقني. وسيبك بقى من الوزارة والكلام ده، تعالى انا وانت نشتغل ونوصل الخيوط ببعض عشان نعرف نلاقيها. طب وخالتي مش هتاكل معانا؟ سندس قاعدة مع طنطو موسوكا جوه بيشوفوا فيلم. انا قلت لهم وقت الدروس مش عايزة حد منهم معانا. ماشي. طب ابوكي دافع في الاكل ده؟ عشان طنطو موسوكا اللي قاعده جوه دي لو اكلتنا لقمه هتشردنا عليها بقيه العمر. اطمني بابي هو اللي دافع. دلوقتي ركزي معايا واعملي زي ما انا هعمل. ماشي. يلا هنمسك السكينه كده والشوكه كده، نقطع حته اللحمه كده وناكلها كده. عادي جدا، سهل جدا. يلا وريني. ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. انت بتعملي ايه؟ ايه؟ انت بتعملي ايه؟ مش انا قلت لك ركزي معايا واعملي زي وانا عملت كده؟ يا اختي احنا هنصور فيلم، انا بحب اللحمه بالعيش. بصي يا حبيبتي، لما تبقي تسافري وترجعي تبقي تاكلي زي ما انت عايزه، ومن هنا لحد ما تسافري تسمعي كلامي انا، مفهوم؟ مفهوم يا ست القبي، اتفضلي. هنمسك السكينه بايدنا اليمين والشوكه بايدنا الشمال، نثبت حته اللحمه كده ونقطعها كده، وبعدين نروح اكلينها كده. عادي جدا، سهل جدا. يلا. طب انا هاكل بايديا الشمال، استغفر الله العظيم يا رب. طب ليه كده؟ طيب هو انت ناويه تجننيني؟ مش انا قلت لك لما تبقي ترجعي من السفر تبقي تعملي اللي انت عايزاه واستغفري ربك زي ما انت عايزه. يلا. النبي انت هتشوينا في نار جهنم شوي كده. ايه ده؟ ايه الحركات دي؟ يلا يا كوريا. حاضر. هنا كده صح؟ برافو عليك. ايه ده؟ ايه ده انت بتعملي ايه؟ اصبري بقى، استبر. يا لهوي. طب ما سهل حوار الشوكه والسكينه اهو، عامله لك حوار ليه بقى؟ ايه القرف اللي انت عملتيه ده؟ قلت لك اعملي زي ما انا عملت. يلا يا كوريا والنبي. يا اختي انت زهقتيني. طب تصدقي اهو. ايه ده؟ ايه ده؟ بعدين بقى لما نتعلم الحاجات دي بقى كبروا مخ. مش عايز منديل يا ابني، الهي يسترك. مناديل، منديل يا ابني لا يستر. مناديل يا ابني لا يستر. هتمشي ماشية مستقيمة، ظهرك مشدود، كتافك مفروده، رقبتك مرفوعه لفوق، عينيكي بتبص قدامك مش عماله تتلفت يمين وشمال زي البورس، رجليكي مقفوله. ايه ده؟ رجليكي إيه؟ مقفوله ازاي؟ مقفوله كده كده اهو. ايه المنظر ده؟ وانا كده كاني محصوره. ومين قالك تقفي كده؟ اوقفي زي اهو كده كده اهو. يعني تقريبا. يا بنت انا كل ده هبل بالنسبه لي اساس. طب خدي الكبير، انت عارفه ان انا بعرف اطلع السلم الكهرباء لوحدي وما بتكعبلش؟ والله بسم الله ما شاء الله. وتعلمت الكلام ده فين؟ في مترو الانفاق، محطه ام المصريين، لينا معارف هناك يعني. يا اهلا وسهلا يا مرحبا. مرحبا بيك يا فندم. يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. الله العظيم ثلاثه، بالله العظيم ثلاثه. السيد سوكا ما بيتكلم على سيادتك انت والست اختك الا بكل خير، وبيقول لي ناس فاضل. الله يخليك يا حاج، حضرتك بقى والده مش كده؟ لا والدي تعيش انت، ده عم شكري زي والدي يعني، كبير بطن البقر عندنا في المنطقه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. السلام ورحمه الله وبركاته. ايه يا بنتي هاجر انت جايبه لنا ده شاي؟ احنا عايزين الشربات، شربات الارسال يا بنت. ها خشي جوه دلوقتي يا هاجر. حاضر. يلا. عن اسمك؟ اتفضلي اتفضلي يا عروسه. اتفضلي يا زينه. بسم الله ما شاء الله، ادبيه واخلاقيه كيف بيوت الصعيد عندينا، ربنا يحميها لشبابها. والاخ سيد بقى ان شاء الله اشتغل ايه؟ ابني سوكا حرصه وسينه بسم الله ما شاء الله عليه، عقبال ولادك وولاد امه محمد صلى الله عليه وسلم، بيشتغل مطرب شعبي ومشهور قوي. وفيه حاجة كبيرة، بيغني من غير ميكروفون، حنجرته ملعلعة. الله. مطرب، بس أنا معرفوش وما شفتوش غير المرة إياها بتاعت الفرح. ما حضرتك بقى طيش الشباب بقى، وإحنا أهو جايين من الباب أهو حضرتك. لا مشهور. الله، هو أنت ما سمعتش الغنوة بتاعته اللي مكسرة الدنيا وماشية التكاتك كلها تغنيها وفي التلفزيونات والراديوهات؟ ما سمعتهاش ولا يغنيها لو حتة أحسن يفتكرنا بننيس عليه. يلا يا ولد. لا 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 لا، خلاص خلاص خلاص، ملوش لزوم. أصل أختي الأنسة هاجر كانت قالت لي يعني إن الأخ سيد عنده عربية مشروع كبدة وسجق. أيوه، قصده على عربية كبداجي. يا أختك
كبدك ايه وزبلك ايه وهبابك ايه وسخماك ايه؟ انت عارف ما كانتش بتجيب لنا اكتر من 15 20 جنيه في الشهر. دلوقتي ابني سوكا ما شاء الله النقطه بتنزل عليه بالالافات في الكباريه والله. كباريه؟ قصدها يعني تقول لك انه شغال في مالها ليلى. ليلى مين؟ ليلى مين؟ انا ما اعرفش لا ليلى ولا سعدي. هو كباريه ايه في ايه؟ قصدي امي ولا شكر حضرتك انها شغاله في مطعم استراني يعني حاجات اكل طزاقات وحاجات دي كده يعني. تصدق بالله ابني ده انضف واحد في الدنيا كلها، مغني معتبر ومشهور ومحترم، بيشتغل في كباريه محترم. انت عارف لما البيره تمشي قدامه كده ولا بيعبرها، يقول لي يما، اقول له يا واد هي البيره ده هي شكلها ايه؟ لونها ايه؟ يقول لي هي احمر ولا اخضر يما، اقول له مع ان هي صفرا، بس هو ما بيبقاش عارف. يا عين انت عارف الخمره دي تبقى ملعلطه قدامه كده هو ولا يعبرها. انت عارف البنات المزز اللي هم يبقوا قاعدين على الترابيزات بعد ما يخلصوا نمارهم عشان يفتحوا للرجاله يعني ويشربوا معاهم الخمره والكلام الحاجات ده، هي هو مؤدب ولا يهب ولا بيعبره؟ لا مؤدب محترم، من البيت للكباريه ومن الكباريه للبيت. عشان كده هوت، ولهذا يا استاذ يعني احنا جايين النهارده علشان خاطر نطلب ايد اخت حضرتك الست هاجر لابني المحترم، ابني المحترم اللي متربي على الغالي سوكا. ايه راي حضرتك بقى يا استاذ؟ قلت فرصه سعيده قوي يا حاجه، الجواز ده اسمه نصيب، شرفتونا. السلام عليكم يا ابو نجوان. وعليكم خير. احنا جايين كده عايزين نتكلم كلمتين مع الانسه نجوان. مفيش بح. هو ايه اللي مفيش؟ ايوه طفشت مع الواد الزباله اللي اسمه مروان. طيب حس بقى ان احنا دخلنا كده، احنا جايين نشتري الوصل اللي فيه العنوان كده اهو. اتفضلوا مكان من الاول، ما احنا قلنا كده من الاول. بالراحه لازم يعني تستنوا لما الحاجه تغلى. تغلى كيف يعني؟ احنا جايين نشتري شقة ولا ايه؟ الوصل ابو 5 مليون لحلوح، غالي دلوقتي بقى ب7 مليون. ما كل حاجة بتغلى زي الحشيش. انا ادفع 3 مليون ودفتر الشيكات اهو، بس اشوف الوصل الاول. ما تهزاش واسع الباشا، فيش هززان ولا نيل، الدفتر اهو واشوف الوصل وادفع 3 مليون. والله انا عامل كده عشان خاطر العشرة بس. طول عمرك راجل طيب يا حاج ابو نجوان. طيب حاجة زهرة كده جاهز. الله يعمر بيتك يا راجل. الله يعمر بيتك اهو. شيك اهو العلوان اهو، اديني الشيك بقى. اديله.